تهمنا بشكل سريع الأشياء الأساسية اللي بتهمنا هون. في عنا كلاس، هيكون كلاس إحنا نعرف كلاس، والكلاس في إلها attributes. هذول الattributes بقدر أقرأهم وبقدر أكتب لهم، فبقدر أغير الattribute تبعت الكلاس وبقدر أقرأ الattribute تبعت الكلاس. وعادة الكلاس بيكون عندي الاسم مثلا هون object دوت، وهون تيجي الاتربيوتس بعديها او تيجي الموديفيكيشن. فبيكون مثلا هون كلر فرضا، فالكرن الكلر هو اتربيوت من لهذا الاوبجكت، والاوبجكت هو انستنس من كلاس معينه، كلاس معينه مثلا مان او بيلدينج مثلا او شيء، وهذا فيه له اتربيوت معينه. ممكن انا اقرا الاتربيوت هذا او اكتب احط اغير الاتربيوت اللي موجود. الشيء الثاني في عندنا ميثودز، وبقدر اعمل ميثودز معينه على هاي الكلاس، وباخذه كمان عشان يكون الدقه. الميثود هاي بتنطبق على هاي الكلاس، تنطبقش على كلاس ثاني، فهو بنوع من التشيكينج زي التايبنج، زي ما انتم بتعملوا بالتايبنج بالتايب، صح؟ اذا حاول تعمل اوبريشن معينه على انتجر مش صحيحه راح يعطيك خطا معين، او عملت بوليان. نفس الشيء هون في عندي ميثودز معينه، والميثود هاي مثلا ايش ممكن نعمل مثلا اوبجكت معينه مثلا، او خلينا نقول كاستمر. كاستمر 1 هو انستنس اوف ذا كلاس كاستمرز، وهذا الكاستمر رقم 1. ممكن نحط هون ميثود سيرف فبخدمه، فبصير هذا مخدوم، فبتغير. فلما بخدمه بعمل الميثود هاي على الكاستمر، الكاستمر هذا صار سيرفد، فواحده من الاتريبيوت تبعته انه كان ويتنج وصار سيرفد. فكل فكره هذا اللي رح نستخدمها الان رح تشوف نمشي عليها بهاي الطريقه. بكون عندي رح يكون عندي في اوبجكت معينه رح يكون فيها الاتريبيوت، هذا تقريبا اللي بهمنا الرئيسي اللي بهمنا من الهاي. رح يكون في عندي اتريبيوت ورح يكون في عندي ميثودز. الاتريبيوت هاي بقدر اقراها او بقدر اغيرها في بعض حالات، والميثودز بدي اطبق ميثود معينه على هذا الاوبجكت اللي هو من كلاس معينه.